مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. بعد سفر طويل ومشقة وصلنا إلى كهف صوفي عمر الذي هو كان ثروة وطبيعة لإثيوبيا، وهو كهف جميل ومكان تاريخي للشعب الأورومو. والآن نتواجد على بوابة صوف عمر وعبد الجبار شيخ أحمد ويكون معنا في هذا البرنامج وتابعونا. مكانك عبد الجبار شيخ أحمد مامج يعني قدنا بالي بها أنا داوي قدشن إدو سينا قبيسة إدو تاريخي. اسمي الشيخ عبد الجبار شيخ أحمد مامي من محافظة شرق بالي مديرية داوي قدشن. نتواجد حاليا في المكان التاريخي مدخل البوابة الرئيسية لكهف صوف عمر. وظيفتي أقوم باستقبال السياح الذين يأتون إلى كهف صوف عمر للسياحة، ووصلنا إلى اليوم بنقل هذا العمل من جيل إلى جيل. مشاهدينا الكرام، الآن نتواجد في قلب كهف صوفي عمر، ولهذا الكهف فروض وكيفية لدخوله، ويبدأون قبل الدخول بالدعاء التي تعارف عليها وتعود عليها الأوروميون منذ زمن قديم. ونبدأ بالدعاء قبل الدخول. يبدأ لنا وأبا قدا واقع سكو واقع من دو واقع سنغرم بورنا أول بباسك بامبانا قانا قد تكبل تبل تون تور واقع سكو قدا قدا نغانا قد قدا 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 الفنان قد يا رب أفان تكانو قد بيوتين بيانا قانو قد يا رب إرتين إرنين قانو قد يا رب إرتك التينو قد يا رب بيوتين بيانا قانو قد داري بدن بارين كان بيانا قا رب نها قد أفان تكا رب نها قد ورد الدنيا أكريتا فلو رب نها تاز فيانا قا رب نها كن بيتين بيانا قا تات يا رب يا الله يا رب كم روبة روبر نغانو قد يا رب قوفنو كن يا رب أولا نراقب يا رب كوب قرمين نراقب يوجد كهف صوف عمر في منطقة شرق بالي بولاية أوروميا جنوب شرق إثيوبيا، ويبعد من آثمة فينفيني مسافة 540 كيلومتر، حيث يبعد عن مدينة روبي بالي 102 كيلومتر. ويعتبر هذا الكهف أطول كهف على مستوى البلد وعلى مستوى إفريقيا عيدا. وهذه المحافظة استطاعت أن تساير ركب الحضارة الإنسانية في إثيوبيا، لأنها تتمتع بأحديقة الحيوانات البرية التي يزورها السياح الأجانب. كما توجد في هذه المحافظة الأماكن التاريخية ذات الشأن، بل ذات المجد والعظمة. ويوضح الشيخ عبد الجبار تاريخ هذا المكان قائلا: هذا المكان هي البوابة الرئيسية لكهف صوف عمر، ويتجمعون بهذا المكان في وقت مودة، ويذبحون الثيران في هذا المكان، ويدعون الخالق المطر والأمن والاستقرار للبلد. وهو مكان يمدحون فيه بالمدائح المختلفة، ويساعدون بهذا المكان المعاقين والمرضى. وهو مكان يدعو فيه الشيخ صوف عمر ربه قبل 1000 سنة بهذا المكان. ويشير المرشدون السياحيون والمرابطون لهذا الكهف بأن اكتشاف هذا الكهف تم قبل حوالي 1000 سنة، وكان الشيخ صوف عمر يقوم بتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم بهذا المكان، كما يقوم بتعليم تاريخ الشعب الأورومي بهذا المكان. وكان الشيخ عمر يسمى بصوف عمر، وتعني كلمة صوف المخلص لله، ومنها جاءت تسمية هذا الكهف بهذا الاسم. حاليا نتواجد في بوابة أيو مكو، وفي هذا المكان يتجمع جمع غفير كما يتجمعون أمام البوابة الرئيسية، ويقومون بالمضائح وبإقامة التجمعات. يقومون بهذا المكان أيضا بذبح الشاة وبتجهيز القهوة، ويدعون الخالق بالجلوس في هذا المكان. والفرق الذي يحصل بين البوابة الرئيسية لكهف صوف عمر وبوابة أيو مكو: يكثر الرجال في البوابة الرئيسية، وأما بهذا المكان تكثر النساء. وكانت ابنة صوف عمر أيو مكو تدعو ربه بهذا المكان، لذا سميت هذه البوابة باسمها. ويأتون إلى هذا المكان من داخل البلد وخارجها في الأشهر المعروفة عندهم برجب وسفر وحيطه. بصوف مريكي يو كغاري منا يبايا منا دعلا جدان جمان وصوف بابو إيه كيسا ديمي قمو قرقبي تامر على لهوي تيبهو
سوي بابوي كيسدي ميغاموغا كبي تامر على علي هويتي بهود الدبي وما ربي أمي كنو وبيوم بالك سجرة يسيا فأوروبا اهتدي ماجرة. هذا الكهف الرائع تم اكتشافه في العصر الحديث للمرة الأولى في عام 1897 من قبل المستكشف الأمريكي أرثر دونالسيون سميث، حيث أكد على أن الكهف هو أطول نظام من الكهوف في إفريقيا، ولكن وفقا لبعض المصادر المحلية فإن سكان المنطقة يعرفون هذا الكهف قبل ذلك بكثير، إلا أنه لم يكتب عنه شيء يذكر. وما ربي أمي كنو وبيوم بالك سجرة يسيا فأوروبا اهتدي ماجرة. أسماء أمت برسيسة ترنجلو. هذا المكان هو مدخل نهر ويب إلى كهف سوف عمر. أن الكهف الذي يصل طوله إلى 15 كيلومتر الذي يكون مسافة 3 ساعات ميا على الأقدام، ويمر عبره نهر الويب 7 مرات، وهو من مخلوقات الله التي خلقها الله بهذه الصورة الجميلة في هذا الجبال، وله باب يدخل منه نهر الويب ويخرج من باب آخر. الباب التي يدخل بها نهر الويب تسمى بباب أيومكو، والباب التي يخرج بها نهر الويب تسمى بباب حلوقة، ويكون البعد بين البابين 15 كيلومتر، ويمر داخله هذا النهر 7 مرات. كما توجد في هذا الكهف أبواب تتكون من أكثر من 200 بابا، وتوجد في داخله فصول مختلفة، كما يوجد في داخله مكان يشبه المسجد ومكان خاص للعبادة وخلوة يدعو الشيخ صوفي عمر ربه، أي سجادة منقوشة من الحجارة بالطبيعة. ونستطيع أن نقول أن هذا المكان له ميزة كبيرة عن الأماكن الأخرى، لأنه يجمع كثيرا من الميزات لكونه مكان العبادة ومكان إبراز العادة ومكان تميزه طبيعة خلقته عن غيره من الأماكن، لما له من درجات وطوابق ونوافذ طبيعية التي لم تلمسها الأيدي البشرية لتزيينها. ولهذا كان قبلة للسياح الأجانب وغيرهم من الذين يقومون بزيارة هذا المكان، وخاصة الطلاب، وهو مكان للسياحة والترفيه، كما يعتبر مرجعا للباحثين الذين يتوجهون إلى هذا المكان للبحث عن أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور والأحجار والأشجار وغيرها. ونقوم بالحفاظ على هذا المكان على طبيعة خلقته، وله نظام خاص له يتحافظ عليها جيل بعد جيل من كل القبائل الموجودة في ضواحي هذا المكان، ويقومون باستقبال الضيوف وتجهيز مكان المبيت لهم، كما يقومون بتنظيفه من وقت لآخر. ويوجد في هذا المكان رجال يجلسون حناه ومتفرغين لحمايته، وورثنا هذا العمل من آبائنا القدماء إلى يومنا هذا. بحسب مصادر عدة فإن صوفي عمر واسم رجل مسلم متدين كان يعيش في هذه المنطقة، وله ابنة تدعى أيومكو، وكانت له مكانة كبيرة لدى سكان هذه المنطقة، إضافة إلى اهتمامه بالتعليم والحفاظ على ثقافة المنطقة. ويوضح مسؤول مكتب العادات والثقافات في شرق بالي السيد أحمد محمد هذا المكان قائلا: لقني ويب جدما بكي أمو صوف عمر جدما. هذا النهر يسمى ويب والمكان يسمى صوف عمر، وصوف عمر هو رجل يدرس التاريخ وتقاليد الشعب الأرومي، وكانوا يعقدون الاجتماعات ليلا ونهارا مع كبار عبا غدا، ويقعدون في هذا المكان سنة أو سنتين لكتابة نصوص القوانين المختلفة مثل قوانين الديات وقوانين التعايش السلمي مع الشعوب والقوميات وجود فتا وغيرها. وهو رجل معروف لدى الشعب الأرومي، وهذا المكان هو مكان يجتمع فيه الأرميون سرا، وهذا يسمى بمقعد صوف عمر. وهناك أشخاص مرابطين بهذا المكان إلى يومنا هذا، ويعلمون الناس هذه العادات الجميلة. وهذا المكان هو مكان تعليم الناس لعاداتهم وتقاليدهم، وشيخ عمر هو عالم للدين الإسلامي والتاريخ الشعب الأرومي، وقام بأعمال جبارة في تقريب العادات والدين لخدمة الوطن والمواطنين. ويحتفل في هذا المكان في السنة 3 مرات لمهرجان يسمى مودة، ومعروف أن هذا النظام له دور كبير في تعريف عادات وتقاليد الشعب الأرومي، وطبيعة خلق هذا الكهف يعجب كثيرا. وشكر مسؤول العادات والثقافات في محافظة شرق بالي السيد أحمد محمد باسمه وباسم مسؤول محافظة شرق بالي شبكة إذاعة أورومية القرى الإفريقي والعاملين فيه لقيامهم على هذا العمل، كما حث على زيارة هذا المكان. سجلي هورنون أفريقيا
OBN كنان قالت قد قبضوا. أشكر OBN القرن الإفريقي. ويوجد الشعب الأرومي في بلدان القرن الإفريقي مثل الصومال وجيبوتي وكينيا، وليس هذا فحسب، بل الذين يتكلمون باللغة السواحلية والصومالية وغيرها، فإن عاداتنا متقاربة، ونقدم لهم الدعوة لزيارة هذا المكان التاريخي. يعتبر كهف سوف عمر من أطول الكهوف في إثيوبيا بل وفي إفريقيا عيدا بحسب العديد من الدراسات والمقارنات. وظل الكهف لفترات طويلة مركزا دينيا مقدسا، حيث يقوم الناس بزيارته طوال العام، ويقومون الزوار بالمدائح المختلفة أثناء ذهابهم إلى هذا الكهف. ويتدفق نهر الويب عبر هذا الكهف، مما يضفي عليه الجمال الرائع وتضاريس مذهلة، ولديه القوة التي يمكن أن تؤدي إلى صفاء السماء على تلك الروح والعقل. وأما أحفاد أسر الشيك وأحفاده يعملون في المدائح المشهورة التي تقام في تلك المنطقة سنويا، ويقيم المواطنون الساكنون مهرجانات مختلفة لإحياء هذه المعتقدات التي مر عليها أكثر من نحو 1000 سنة. هذا المكان هو مكان تاريخي، هو مكان مقدس لدى الأرميين، وهو مكان تبرز فيه عادات وثقافة الشعب الأرمي، وهذا المكان له تاريخ عميق. أكثر من هذا، نحن نود أكثر من المعلومات من مسؤول اسم العادات والسياحة في مدينة الشرق مالك، وهو موجود معنا. الصوف عمر سيد من علماء التاريخ، في علماء السلف في دين الإسلام في قرن السابع، وهذا هي منبر من خطاب من خطبة الإسلامية والعادات من خطبة الإسلامية والعادات من هذه المدينة. هذا منبر، وهذا في مجلس في العلماء الترتيب بالمدارسة تعليم القرآن وتعليم العادات. مسابقة قاعة المؤتمرات. قادم مؤتمراتي. أيوة. هذا هو السيد سوف عمر، علماء السلف من قرن التاسع، وعلماء الدين ليس فقط، وعلماء التاريخ الأرمية في أودا روبا. بسوف مريجي كجرمنا. مشاهدينا الكرام، هذا المكان ليس مكان جميل الذي أعد للسياحة فقط، وهو مكان يعبر عن عادات وثقافات الشعب الأرومي الخالدة، وهو مكان تاريخي ومرجع للمؤرخين الأروميين على حسب ما سمعنا من مسؤول مكتب العادات والثقافات في شرق بالي السيد أحمد محمد، وهو أدلى بمعلومات جيدة عن هذا المكان. وهذا المكان يتميز من الأماكن الآخر بجماله الفطرية التي لم تجمله أيدي البشرية، وهو جمال بفطرته ومكان يستحق السياحة. وتابعوا وتعالوا لزيارته. كغاري منا قبيا من لا جدان جمال بصوف مريكيو كغاري منا قبيا من لا جدان جمال وصوي بابو إيه كيسا ديمي قبو قبي تامر لالي هويتي بهود الدر وصوي بابو إيه كيسا ديمي قبو قبي تامر لالي هويتي بهود الدر. مشاهدين الكرام، هذا هو المكان التاريخي. نحن نتواجد حاليا في قلب وفي داخل كهف صوفي عمر الذي تتمتع به أرمية العديدة، وهذا هو الجمال الطبيعي الذي يظهر من ورائنا، وهو يعبر عن عادات وتقاليد الشعب الأرومي. وهذا الكهف هو مدخل نهر ويب، ويقطع في داخله 7 مرات إلى أن يخرج من مكان قلوكا. وهذا المكان يسمى أيومكو، ويقطع نهر ويب تحت هذا الكهف 7 مرات ويخرج من قلوكا. وهذا هو مكان تاريخي ومكان جميل الذي يتمتع به الشعب الأرومي، وهو الذي يبرز عادات وتقاليد الشعب الأرومو، كما سمعنا من الخبراء والأب لهذا المكان الذين يوضحون تاريخ الشعب الأرومو، والذين يقعدون هنا ليلا ونهارا للحفاظ على تاريخ وثقافات هذا الشعب منذ زمن طويل، ويورثونه جيلا بعد جيل.
وكونوا معنا. وعلم أن الكهف الذي صار له أكثر من 5.3 مليون سنة هو مكان محفوظ جدا وساهم بشكل كبير في الحفاظ على الغابات الأصلية، الأمر الذي يجعل البيئة هناك خضرة رائعة، وكان ذلك بمثابة الموطن الطبيعي لموارد ثروة الحياة البرية وكائنات الحياة البرية مثل الديك وكود والوبر الصخري، فضلا عن أكثر من 100 طيور وغيرها من الأنواع الحيوانات التي تعيش في الغابات. وقد ساعد في الحفاظ على موارد الغابات في المنطقة امتلاك التكييف المناسب والأراضي الكسبة. ويتكون الكهف من شبكة طويلة من السلاسل الجبلية الممتدة للداخل، وتمتد من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب في مساحة طويلة، ويوجد به 2 فقط منها التي يستطيع أن يستخدمها الأشخاص لدخوله. ويعتبر كهف صوفي عمر من المعالم الطبيعية الغريبة والنادرة في منطقة الشرق الإفريقي، ويحتوي على 35 غرفة. وتوجد داخل الكهف صالات كبيرة وممرات ومعابر متعددة، ومنها ما يعتبر ممرا لقاعات أخرى ومنها المغلقة في نهايتها. وهناك مناطق تبدو وكأنها نحتت لإقامة شخص فيها، وكذلك توجد أشكال سلالم في كل الاتجاهات وأعداد كبيرة من الأعمدة التي تعطي شكل منحوتات. أجري منا قبيا من لا جدانا جمان بصوف مريجيو كجري منا قبيا من لا جدانا جمان وسوي بابو كيسة دمي قبو قبي ثامر لا لهوي تبهود الدر وسوي بابو كيسة دمي قبو قبي ثامر لا لهوي تبهود الدر. مشاهدين الكرام، في هذا المكان الفريد من نوعه ومكان السياحة الجميلة التي تتمتع به أوروميا رأينا أشياء كثيرة مثل منبر المؤتمرات ومكان للسباحة ومكان السياحة ومسلى الخاص لصوفي عمر الذي سمي باسمه هذا القصر. يوجد بداخله أحجار وصخور ذات أشكال مختلفة والعديد من الغرف المعدة للعبادة والأعمدة والقباب التي تمثل أعجوبة معمارية طبيعية، بالإضافة إلى وجود أنحر عدة وأماكن السباحة. ويوجد فيها أيضا مكان واسع كان يتخذه الشيخ كمحل اجتماع في المنطقة، والتي تعقد فيه مراسم الزواج وقضايا دفع الديات والعديد من الأمور المتعلقة بالحياة الاجتماعية. ويمتلئ الكهف في موسم الفيضانات بالمياه حتى أعلاه، ويصعب دخوله في فترات محددة من موسم الأمطار، وفي مناطق محددة فقط إما أن تكون جافة إلى حد ما وإما بارتفاع مناسب للمياه. وهناك علامات وخطوط من الطين مرسومة على جدران الكهف والأعمدة توضح ارتفاع مناصب المياه في أوقات مختلفة، ولا تجف المياه عن الكهف نهائيا بل تقل فقط. ويعتبر كهف صوفي عمر من الآثار القديمة والفريدة في إثيوبيا، وتسعى وزارة السياحة الإثيوبية إلى ضمه بقائمة التراث العالمي لليونسكو. والكهف يتمتع بأشكال جمالية تبحر الزوار خاصة عند الصباح وتمر أبره أشعة الشمس، وعند المساء يدخل الضوء بممراته الداخلية، الشيء الذي يعطي أشكالا وألوانا جميلة قد تسحر ناظريها. وسوي بابو كيسة دمي قبو قبي ثامر لا لهوي تبهود الدر وسوي بابو كيسة دمي قبو قبي ثامر لا لهوي تبهود الدر. والمواطنون يوضحون بأن هذا المكان هو مكان تاريخي وجميل بالفطرة ولا يحتاج إلى تجميل، وعلى الحكومة أن تقوم بتشييد الطريق الذي يؤدي إليه ليتمكن الزوار للوصول إليه بسهولة، وتمكين مكان المبيت لهم ليقوموا بزيارة المكان بصورة أفضل. سوي بابو إيه كيسة دمي قمو قبي ثامر على لهوي تبهو ذدبي